العام وأنتم بألف خير لكل الشعب الفلسطيني كله والشعب العربي والشعب المغربي. جد سعيدة أنني غادي نغني للشعب الفلسطيني وشاركوا فرحته بمناسبة رأس السنة. سينجل اسمه يا ناس يا عالم، إن شاء الله بعد تصوير الفيديو كليب ينزل للأسواق، وكنتمنى أنه من إعجابكم وإعجاب الجمهور. طبعا أنا هنا يا بين أهلي والشعب الفلسطيني المرحب. يعني بصراحة شعب كريم جدا، وشعب كل هدفه أنه يبتسم. وكفنانة مغربية حابة نوجه رسالة لهذا الشعب الفلسطيني أنكم شعب قوي، وإحنا دائما معكم كشعب مغربي، وعمرنا ما غادي نتخلاو على الشعب الفلسطيني، وإحنا طبعا يد واحدة. وكنتمنى يا رب أن هذه السنة تكون سنة أمان 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 وسلام على الوطن العربي كله، ويحفظ لي بلدي المغرب يا رب. إن شاء الله نشوف فلسطين ترجع لنا فلسطين. ما أنا إلا بشر عندي قلب نضار، ما أنا إلا بشر عندي قلب نضار، وانت كلك خطر ما تبقاش تحقق فيا، لا تقول أختك الماي. شهيد مسكين، شهيد مسكين.